لازم نشيد بكل اللعيبة، وان احنا رجعنا بعد الهدف اللي دخل فينا من ضربة جزاء. لاسارتي بيقول حققنا فوز مهم على طلائع الجيش والنتيجة عادلة جدا جدا جدا، وكنا ممكن كمان نزود النتيجة بس ماشي، يعني اهم حاجة نتعلم من الاخطاء اللي فاتت، وان شاء الله ان شاء الله نحول سلبياتنا لايجابيات، وان شاء الله الدوري يبقى في الجزيرة كالعادة. يوسف بيقول شخصية الاهلي ظهرت امام طلائع الجيش، وتغييرات رسالتي اثرت في النتيجة. ماشي. طارق سليمان بيقول مواجهة الاهلي تزداد صعوبة ومشوار الدوري لا يزال طويلا. انا معاك جدا يا كابتن طارق ان مواجهة الاهلي في صعوبة، صعوبة في كل حاجة، في كل حاجة. ان انت في، مش عايزين نقعد نقول بقى ناس مستنيانا وناس، الموضوع في ايدينا احنا كلاعيبة كورة وكجهاز فني، ان احنا نخرس كل الألسنة، ان احنا نكسب مباريات بإقناع الجماهير. الجماهير زي ما هي سند ودرع النادي الأهلي، حتى لو انزعلوا شوية لازم نستحمل يا جماعة، دول جماهير مش لعيبة كورة. لازم نفرق الجماهير غير لعيبة الكورة، غير اللي عندهم خبرات كمدربين كفنيين كمحللين. الجمهور عايز فرقته كسبانه على طول، بيطلع ينتقد بيتكلم من قلبه. احنا دايما بنحافظ على كلامنا، دايما بندي الدوافع الايجابيه دايما. ممكن الناس بتزعل مننا، لكن هتعرفوا كلامنا بعدين ان هو كلام لازم نتكلم بطريقه ايجابيه، مش نزيد الموضوع اكتر بطريقه سلبيه. لكن الجماهير معذوره، واحنا مع الجماهير طبعا، ان هم بيزعلوا اوقات من النتائج، بيزعلوا من الخروج من افريقيا طبيعي جدا، بيزعلوا ان احنا بنخسر مباراه، بيزعلوا ان احنا بنتعادل مباراه، وده الطبيعي بتاع الجماهير اللي اتعودوا على ان فرقتهم بتكسب على طول وبتكسب اي حد وبتكسب كل حد. نرجع تاني للدوري.